أهلا بكم إلى عالم الاقتصاد. قالت مصادر في قطاع النفط أن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف لآسيا في حزيران إلى دولار وستين سنتا للبرميل. أضافت المصادر أن رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة فوق أسعار عمان ودبي المعروضة مقارنة مع الشهر السابق. وكان خام البصرة الثقيل إلى آسيا قد جرى تسعيره في الشهر نفسه عند متوسط أسعار عمان دبي المعروضة منقوصا منه دولار وأربعين سنتا للبرميل بارتفاع قدره ثمانون سنتا مقارنة مع الشهر السابق. أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي تراجع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في مزاد الخميس. وذكر البنك المركزي أن مبيعات العملة تراجعت إلى 197.94 مليون دولار مقارنة بمبيعات مزاد أمس بانخفاض قيمته 24.4 مليون دولار. وبلغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار بلغ 1190 دينارا وفقا لبيانات البنك المركزي في المزاد المنعقد بمشاركة 32 مصرفا. ألا واكتشفت لجنة تدقيقية من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وجود مخالفات مالية في حسابات قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة في محافظة البصرة وأحد ألويتها بنحو مليار دينار. وذكر مكتب المفتش أن الكشف جاء على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام مفادها وجود مخالفات مالية كبيرة في مقر قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة ولوائها الرابع عشر تتعلق بعدم استقطاعهما لمبالغ التضمين عن فقدان الأسلحة وأضرار العجلات ومبالغ الغيابات والعقوبات الخاصة وغيرها. كشفت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في محافظة البصرة عن ضبطها معاون مدير جمرك صفوان الحدودي وعضوين في لجنة الكشف فيه بتهمة تمرير معاملات غير أصولية. وذكرت الهيئة أن عملية الضبط جاءت بسبب إنجاز المتهمين لمعاملات خاصة بإحدى الشركات الأهلية المختصة باستيراد المطيبات والعصائر. أضافت الهيئة أن تحقيقاتها الأولية قادت إلى إقدام المتهمين المضبوطين على إنجاز معاملات الشركة بدون موافقة لجنة الصحة في المنفذ وتمريرها. قالت هيئة المنافذ الحدودية أنها أتلفت أدوية منتهية الصلاحية في مطار بغداد الدولي بينما ضبطت برادات لنقل البطاطا في منفذ ميناء أم قصر. وقالت الهيئة أن شحنة أدوية كبيرة منتهية الصلاحية تم إتلافها في منفذ مطار بغداد الدولي فيما تم ضبط ثلاثة برادات لوجود تلاعب بالمعاملة الجمركية حيث كان المصرح به هو مادة الموز بينما أكدت عمليات التدقيق أن المادة هي البطاطا. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.